على المصالحه الوطنيه اللي دعي اللي دعا عليها رئيس الجمهوريه. وانا حضرت مؤتمر المصالحه الوطنيه. انت المصالحه الوطنيه، المصالحه الوطنيه والعداله الانتقاليه هتتم ازاي؟ هتتم اولا الحقيقه المحاسبه، واخد بالك، ثم العداله الانتقاليه. وبالتالي الحقيقه هي الهدف بس. الحقيقه انا نسبيه ولا حضرتك لا شايف انا هقدر اسعى ان انا يعني اشوف كل الجوانب في حادثه معينه. الباحثين بتوع المجلس القومي لحقوق الانسان وهم شاطرين على فكره وبقى عندهم خبره كبيره، واذا طلبوا عون من اجهزه اخرى هتخش معاهم، لازم يستمعوا لكل الاطراف، ولازم انا في بصدد واقعه معينه لابد ان اجلي كل جوانبها واوصل على قد ما اقدر للحقائق ما تم هي